المعركة مستمرة في البيضاء. المقاومة الشعبية تواصل كفاحها المسلح ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في أكثر من جبهة، في مناطق قيفة، ذي ناعم، الزاهر، الصومعة والوهبية، جبهات لم تهدأ منذ شهور، حيث تخوض المقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيا الإنقلابية هناك، وهو ما حولها إلى حرب مفتوحة لجأت فيه المقاومة للمواجهة بأسلوب النفس الطويل. تبدو حرب استنزاف أكثر من السيطرة والتقدم، كما اعتمدت المقاومة على الضربات الخاطفة والهجمات المفاجئة، بالإضافة إلى أساليب الاستدراج والكمائن والقنص، وهو ما كبد الميليشيا خسائر كبيرة في القيادات والأفراد والعتاد. احنا نتحاور معها على بهالي، حتى ولو ما وقف لا جنبنا قيادة الشرعي، سنة قاتلهم، قد قاتلناهم سنة وصامدين وسنة قاتلهم حتى آخر قطرة. فارق الإمكانات العسكرية بين المقاومة والميليشيا لم تكسر إرادة المقاومة، بل زادتهم إصرارا على الخلاص. جماعة الحوثي تكثف هجماتها على البيضاء باستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والاختطافات وحصار السكان، في محاولات تبدو في أغلبها يائسة لإخماد المقاومة، لكنها في المحصلة النهائية أخفقت وصارت فقط تحاول البقاء على وضعيتها القائمة في تكثيف قصف الأحياء. إذن تستمر البيضاء في صنع تاريخها، ويستمر أبناؤها في مقاومة ميليشيا الإنقلاب في سبيل نيل الحرية والخلاص.